تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار والمستهل بالعناوين. رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون يترأس غدا الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء. رئيس الجمهورية يعلن عن الإطلاق الرسمي لصندوق تمويل المؤسسات الناشئة بهدف تحديد الأطر التنظيمية والمالية لعملها لدى إشرافه على افتتاح أشغال الطبعة الأولى من اللقاء السنوي للمؤسسات الناشئة. رئيس الجمهورية يؤكد أن الاهتمام بالمؤسسات الناشئة سيشكل الانطلاقة الحقيقية نحو اقتصاد المعرفة المبني على الابتكار، ويجدد التزامه بمحاربة البيروقراطية ورفع العراقيل الإدارية لتمكين الشباب من تجسيد مؤسساتهم الناشئة. رئيس الجمهورية يدعو الجالية الوطنية للاستثمار في الجزائر، ويؤكد ضرورة تعميم استعمال الوسائط التكنولوجية في قطاع التربية الوطنية خلال زيارته لمعرض المؤسسات الناشئة. رئيس الجمهورية يكرم الأطفال المبتكرين المتفوقين من ولاية سطيف في البطولة العالمية للروبوت بكوريا الجنوبية، وشبابا من جمعية إبداع وابتكار علمي من ولاية المسيلة. إشراك فعاليات المجتمع المدني في تنشيط أطوار الحملة الانتخابية لاستفتاء الفاتح نوفمبر بقرار من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.